إذن دراجة نارية على طريق ميناس إدلب تم استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي، عدة طائرات للتحالف الدولي، طائرات استطلاع تحلق في أجواء المنطقة على مدار الساعة منذ أيام وحتى الآن في منطقة إدلب وأيضا في منطقة الدانة وغيرها. نتج عن هذا الاستهداف مقتل رجل ومجهولة جثته حتى الآن، حيث أن جثته تحولت لأشلاء متفحمة بشكل كامل. الآن تم إجلاء الجثة وأيضا إخراج الدراجة النارية التابعة لهذا الرجل، لعله يتم التعرف عليها أو التعرف على صاحبها فيما بعد. ظهر في هذا الفيديو أيضا المكان الذي تم الاستهداف فيه بشكل مباشر في منتصف الطريق، وهنا تظهر آثار أو مخلفات الصاروخ الذي تم استهداف المكان به بشكل مباشر.